ريال مدريد كان يعني قائدا لعدد كبير من الأندية حول العالم مع فكرة دوري السوبر الأوروبي، هل أدان نفسه ريال مدريد بهذا التزعم للأندية حول العالم مع كل الانتقادات اللي حصلت لهذه البطولة؟ أعتقد بأن السوبر ليجا كانت خطأ كبير في على مستوى الكرة، وجت في أسوأ حالات أو أسوأ تاريخ لكرة القدم، وبالتالي كان كثير من حيث أن كثير من الفرق كانت تعاني من مشاكل اقتصادية، والبعض كان لا يستطيع حل مشاكله، وبالتالي أعتقد أن هذا كان يعني للأندية الأخرى عبء ثقيل. وبالتالي أذكر هنا الفرق الأوروبية ومثلا الفرق الألمانية كانت تعاني كثير، فلم يكن هذا الوضع الجيد لاستمرار بطولات كرة القدم. ولكن في الحقيقة أن الشامبيونز ليج الحالية أعتقد أنها تمشي بطريقة جيدة جدا، وأعتقد أنها تعلن أن أوروبا قادت واجهت هذه المشاكل، وأعتقد بأن أعتقد كانت يعني تستحق العناء. ما أعرفش عندك علم بده ولا لا، بس إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتزعم فكرة إقامة دوري السوبر في القارة الأفريقية بطريقة تشبه كثيرا الطريقة الأوروبية أو كان المقترح الأوروبي، رأي حضرتك إيه؟ أعتقد بأن أن هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم، وأعتقد أن رئيس الاتحاد يعمل بجيد جدا، وأنه يقدم عمل مجهود عظيم جدا، وأعتقد أنه بإقامة البطولة العربية وده قد عامها والتي أقيمت في الدوحة في قطر، وأعتقد أنه عندما واجهت الفريق الجزائري الفريق المصري قد لاحظنا ارتفاع مستوى اللعيبة في الكرة الفريقين، وبالتالي أعتقد أنه كان من المناسب إقامتها. ونوضح هنا دور محمد صلاح وتألقه، وبالتالي بهذه الطريقة أقول أننا لابد علينا في جميع العالم أن ندعم هذه البطولات وأن يلعبوا كثيرا حتى يتم رفع مستواهم ويظهروا على مستوى العالم.